حبوباتي الغاليات يلاه دابا 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 اللي باقي ما دارتش جيم دير جيم، واللي باقي ما دارتش ابوني دير ابوني وتفعل الجرس، راه كلشي 130 درهم لي غرون طاي اللي كتلبسها لالا 60 62 54 مرحبا بك عند زينة مود، كلشي غادي يلبس وكلشي غادي يرتاح. ومرحبا مليون الف مرحبا بكم حبوباتي الغاليات والبوكوسات ديالي، يلا عافاكم بغينا لي جيم. شوفوا الجاكيطاج 130 درهم كلشي 130 درهم. السلام عليكم حبيباتي متتبعاتي ومحبي قناتكم ضحى غني، كيف ما كتشوفوا اليوم انا كنتواجد عند زينة مود اللي جابت واحد الحوايج خطيرين اوفنيونين اومتيولين على حقهم وطريقهم، اللي من بينهم هذا السروال هذا اللي كتشوفوا اكيد غادي نشوفوا اللوينات ديالو باش عجبني، التوب ديالو واقف يعني شي حاجه زوينه، وفي نفس الوقت كيف ما كتشوفوا راه طاي اوت، حاولت ندير معاه التريكو هذا، والثمن ان شاء الله غادي نشوفوه في الفيديو. ودابا ما جيتش نطول عليكم، غادي نخليكم معايا فرجه ممتعه حبوباتي الغاليات. دونك غادي نبدا معكم هاد الناس بالموديل الاول ديال هاد التريكواش هادو، اليوم حلقه خاصه على لي غرون طاي، كاينه حلقه خاصه على لي غرون طاي. انا البنات شوفوا هذا بالنسبه للي غرون طاي كيف ما كتشوفوا الثمن ديالو 130 درهم، كيبقى على هذا الشكل شفتوا زوين متيول، فيه الاحمر وفيه الكري وفيه حتى المطار، ثلاثه اللوينات هادو الثمن ديالو 130 درهم. غندوزو الموديل اخر هذا، واو شوفوا البنات شحال غزالين هادشي، هادشي كله الكرون طاي، كله طاي ستوندار بالنسبه لي كرون طاي، غادي نشوفوا واحد التريكوات اللي كبر من هادو في لي طاي. هانتوما البنات 130 درهم، شوفوا كيفاش كيجي، واو جا خطير، كيجي فن في اللبس والله جا خطير، واه صراحه زوين. غادي ندوزو لهاد اللوينات، هذا البنات اختاري اللون اللي غادي يواتيك، هادو الكتاف ديالهم طايحين كيجيو بحال شكل الفراشه مغزالي تبارك الله فيه عدة ألوان، ها فيه لوينات زوينين، وكاين هاد لو التوب ديالهم دومي سيزون كيف ما كتشوفوا غزال أم تيول على حقو وطريق. دابا غادي ندوزو اللوينات الآخرين وغندوزو الموديل آخر اللي هو هذا، شوفوا الطول ديالهم فين واصل، هانتا البنات غزالين أم تيولين، سلعة نقية في المستوى كلشي 130 درهم، خبر عاجل عن زينة مود كلشي 130 درهم. والصراحه راه درتو اشمنه جد مناسبه لكل سيدات وفتيات محجبه او غير محجبه، مرحبا والف مرحبا بكم البنات. ها شو هانتوما البنات، واو شوفوا شوفوا البنات يلا تفركسوا العيالات 130 درهم. يلا غير لا نشاركينا الهضره انت تزيزه انت هضرتي مسكوتي تزيزي سالياش لك هذا هو. وبقى عندنا هذا المطار، سلعه في المستوى والثمن جد مناسب، ثمن بدون تعليقات البنات، اضعف الايمان البنات، راه شحال من حاجه غادي نوريها لكم، راه دايره 200 درهم دايره 180 درهم بلايص اخرى في مدن اخرى، ولكن في كازا بالضبط في شارع عبد المؤمن الزنقه السميه امام وعند زينة مود، وعند زينة مود تحطيم الاسعار مع السيدات لي غرون طاي. هذا البنات 130 درهم لا غلا على مسكين، ولكن هذا كبينه ملي شفتو والله القسم هذا البنات، وشوفوا هذا ب 130 درهم، واش هذا غتلقاو ب 130؟ والله لقيتي والله ما تلقاي ب 130، نقول لكم اللي كيشوفوا هانتوما البنات غنحيد هذا السنتر باش نوريكم العرض ديالو. هذا البنات شوفوا واش هذا غادي تلقاي ب 130، إذا لقيتي هذا ب 130 أجي خذي ثلاثة فابور. وشوفي الكاليتي ديال الصوف ديالو كي داير. الكاليتي ديالو زوينة. غزالة. كتلبس غزال زوين، شوفي. أول حاجة من ناحية الطول فهو طويل، من ناحية الكاليتي ديالو، كاليتي راه 100% إفيكاس، لا لا لبسي وعاودي صحاب الحساسية نديرو بو. صحاب الحساسية. صحاب القطن تجي عندنا هنا مرحبا. مالي الدرصة صحاب الدرصة. أنا البنات بغينا نوريكم كيف ما كتشوفوا غزال، واهم حاجه هانتوما شفتوها بعينيكم، واخا غندوزو الالوان المتتاليه 130 درهم بكل ثقه واحترام سيدتي وفتاتي، مرحبا والف مرحبا. انا شوف شوفوا السلعه، اللب ديال السلعه
ولا اللب تاع السلا. لا 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 القرقاع 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 يا ربي الظل علي عليك القرقاع وربي عليك. ترخص علي ندير الصراحه انا هناك. شوفوا هذا الصراحه والله القسم غزلان الى واعر مخيرين والله مخيرين زعما من داك الشرف والله فن. ايوا ندوزو لهاد البيان. لا هذا ديال هذا هلا. لا هذا تولي هذا تلفتيهم هلا الناس. شوفوا لوغ شوفوا البنات الصراحه راه لبس نقي وزوين شفتوا. دابا مع الربيع تلبسي غير بوحدو. دابا شوفي اختي راه جاي ربيع مخير جاي المعدنوس جاي الحمص جاي العدس جاي الشعيره جاي الشبكيه جاي التمر. سالي سالي هالعار. ايوا اختي جاي المليويات جاي الطبيطات. انا البنات 130 درهم دونك هذا كيف ما كتشوفوا حبوباتي الغاليه هنا كيبقى سامبل كيبقاو فيه هاد ديزيستراس هادو اللي هنايا حتى هما كيعطيو واحد الجماليه وواحد التاثير جادي بها. البنات كلشي غادي يلبس العنقيه دومي سيزون كلشي غادي يلبس 130 درهم. ايه نشوفوا هذا اللوينات ديالو الصراحه اللوينات كلهم زوينين غزلان فنين صراحه غير اللي ما بغاش يلبس. والله الا اللي ما بغاش يلبس هو اللي ما بغاتش يلبس. هذا البنات 130 درهم شوفوا كيفاش كيبانوا خطيرين وهائل. ها نشوفوا اللون واغ ديالو مع هذا في داك الفيغ شحال جاي زوين. انا البنات 130 درهم اضعف الايمان قلت لكم 130 180 200 هذه اضعف الايمان 200 درهم ولكن كلشي دابا 130 يعني. غيزان درت واحد الحاجه اللي زوينه بما ان هاد الموديلات كاملين اللي هنا غيزان وريهم هذا اللي هذا اللي عليه طلبات بزاف كاع هذا تقريبا راه حطيتو لك تتوريهم. هذا اضعف الايمان لقاو ب 180 درهم ولكن تخيلوا معايا كلشي دابا هنايا ساوي ب 130 درهم. علاش انا 130 درهم كلشي غادي يلبس. ايوا دابا يا لالا سعدي يا لالا فرحي يا زارتي وبركي ليا زينة مود جاب الهميزه وتعالي ليا. ايوا دابا غادي ننزل هاد التريكو هذا اللي صراحه هذا بيع راسو. هذا والله الا بيع راسو بدون شرح والله بيع راسو. هذا البنات 130 درهم ما كيبقاش ما كيبقاش والله ما كيبقاش. هذا راه باين ما كيبقاش ما كيبقى. شو 130 درهم هما اللوينات ديالو جاو. يلا فينكم صحباتي وهدياتي وزراتي وزراتي. ها اختي واو ها انتم البنات. والعرض راه كاين اهم حاجه هي كرون طاي كاينه وموجوده عند زينة مود اللي كتلبس 60 اللي كتلبس 62 54 48 جي عند زينة مود غتلقاي الموجود. تبارك الله عليك راه شعيره شعيره شعيره. انا البنات الكري ديالو وسامبل وزوين كتبقاو فيه هاد ديزيستراس من هنايا شفتو فن 130 درهم. ودابا غادي ندوزو للتريكو العجيب اللي عده طلبات عليه هو هذا. ها هو ها هو انا البنات شوف عرفتي هذا كيلبس زعما الطايات الكبار اللي عادي كتلبس عادي تقدر تلبسو هذا هكا بلا تلبس مع لي باموس ولا تشوف فيه شنو عجبك. هذا البنات وشفتو دي ديستخات اللي فيه ودليل 130 درهم لا غلا على هذا. البنات 130 درهم. ايه وخشي دابا غندوز تبارك الله ما شاء الله هذا هو اللي كتبه غنولي لكم بلاتي. هانا البنات شوف شوفو الكرون طاي قداش كلشي غادي يلبس 130 درهم وكيبقى فيه هاد الديزاين هنا مع فيه هاد الديستراس اللي هنايا شفتو غزالين. غنشوفو اللوينات المتوفرة اللي فيه اللي هما هاد. هانا البنات شوفو هاد شوفو تلاين واصل هذا راه واصل حتى للركبة شفتو كرون طاي كرون تاع بصح كرون طاي كرون طاي راه بصح راه باينة الكرون تاع بصح هذا راه كرون 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 هذا البنات شفتو وهذا الواقع هذا البنات هادو كرون طاي ديال بصح. وغادي نوريكم واحد الحاجة أنا غادي نلبسو باش يبان ليكم إلا قلت لكم الثمن راح تنصدمو باش نشوف انا هكا كيجي فن. هذا البنات هذا راه كان 250 دابا 130
دابا 150. 150 ولا 130؟ 150 ياك، انا كيسحب لي 130. انا البنات شوفوا كيفاش جا، ودابا غادي غير قولوا لي واش ماشي لبسه انيقه هذه بحال هكا. الله يتشاف. يلاه غادي نفيزي فيزينا على الموطارد. الموطارد. الكيتشوب والمايونيز الله يخليكم. السروال في النواغ جات غزال. انا البنات شتو؟ تكا تكا لا 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 ما درناش هكا. على البنات. ما تفهمناش على هذا الشيء. سبتي خلينا نضحكوا. هانتوما البنات هذا 150 درهم، ها هو من بعد ما 250 ها هو غير ب 150 درهم، وفيه اللوينات اكيد، فيه البلو مارين ديالو اللي هو هذا، هنا البنات، وغزال، و 150 درهم نفوز بهاد الفرصة، ما حد هاد السولد كاين، حيت راه غتجي الوقيتة ديالو يقدر يطلع في الثمن. كيجي بحال شكل فيست، بحال شكل لا فيست هاكا شتي كيفاش كيتلبس، كيجي زوين في اللبسة. زوين. ايه نشوفوا هذا كامل، ايه هذا الكامل حتى هو غزال انيق، الثمن ديالو 150 درهم، وفيه لو غري ديالو، شفتوا لو غري ديالو فيه باش يكون هذا باش ما خلاو هما ما يتملصش. هانتوما فيه وجه بوغ دو جزوين، هادو الثمن ديالهم كيديرو 150 درهم من بعد ما كانوا 250. دابا غادي ندوزو لهاد السراول اللي لابسه انا نيت، هانا البنات شفتو الصراحة كلهم غزالين اختي، فنيناه واو، هادشي هذا التوب ديالهم البنات واقف، ماشي داك التوب اللي مرخي، واقف خطير بحال هاد لونواغ اللي لابسه انا، والثمن ديالو كيبقى 150 درهم، ثمن جد مناسب حبوباتي الغاليات. غادي ندوز لهاد الموديل، هاد اللوين عفوا ديك، انا دائما عندي الموديلات في امي كيساليوش. شوفوا الالوان كيفاش باش عجبوني، تقدي تلبسيه دابا في هاد الوقت يتلبس، حيت واقف ماشي داك الثوب الخفيف. 150 درهم شفتوا، بقى عندي هاد الفير رويال، هلا ها هو فير رويال، الثمن ديالو 150 درهم. دونك حبوباتي الغاليات كيف ما كتشوفوا انا لبست هاد الجلابه الانيقه الجبليه الخطيره صراحه، متيوله جبليه من داك الشيء رفيعه، هذه فيها غير بوش واحد من هنا، الثمن ديالها داك الشيء غزلان 200 درهم، هادو الثمن ديالهم كيبقى 200 درهم. غادي ندوزو للوينات اللي فيه، عندنا فيها هاد اللوين هذا اللي هو هاد الغوز كيف ما كتشوفوا، ها البنات شوفوا الغوز ديالها، شفتوا الغوز ديالها كيفاش انيق وغزاله، الثمن ديالها كتبقى حتى هي 200 درهم. غادي نشوف الموطارد ديالها اللي هو هذا، هانا البنات الموطارد ديالها كيبقى حتى هو 200 درهم، وكلهم جبليين خطيرين من داك الشيء الرفيع. اوف دونك البنات كيف ما كتشوفوا انا لبست لكم هذا الموديل هذا اللي كيبقى على هذا الشكل، كيف ما كتشوفوا فيها الطريزه كي جاتك فن ياك، خطيره وجبليه ديما فيها لا جي ولا لا، الثمن ديالها كتبقى حتى هي 200 درهم. شفتوا غادي ندوز لهاد الموديلات هادو زوجا، غادي نوريهم ليكم حتى هما، أنا البنات شوفو هادي شحال غزالة أو أنيقة، 200 درهم، شوفو هاد البلونكاسي شحال خطيرة، الفنة هادي كتحمق أو مع اللوينات جات غزالة، من داك الشرفيع الثمن ديالها كتبقى 200 درهم. هانا البنات شوفو ليا هاد اللوين هذا صراحة كاع زوينين وغزالين متيولين من داك الشرفيع، شفتو فن كتبقى 200 درهم. هانا البنات شوفو هاد البلونكاس حتى هي، هانا شفتو كيفاش غزالة 200 درهم، كلشي غادي يتلبس ان شاء الله، غنشوفهم في التصاور غزالين باش تشوفو اللبسة ديالهم كيفاش كيجيو. وكاين هاد الموديل هذا اللي هنا كلهم جلابات جبليين، واو هادي شحال غزالة غزالة، هادي كيفاش كتبان، هي كتبان مجموعة ولكن تلبستها إلا تلبسات غادي تبان حسن، كتبان فنة غزالة، وكيبقاو فيها الطريزات هنا من ناحية القب، ها شوفوا الغوص، أنا هانا البنات، وهادي واو غزالي، داخلين فيها كيدير التوب ديال الكخيب، كخيب هادشي التوب ديالها طايح، شفتو 200 درهم، وفيها الزلاقة حتى في الموس ديالها، هادو الثمن ديالهم 200 درهم.
دونك حابو باش الغاليات قبل ما غادي نسالي حاجه غادي نخشبها لكم بواحد السروال العجيب كلش ليكم كيف ما كتشوفوا لي ما غير انا السروال هذا كيبقى بالما من تحت عريض كيبغي شي حاجه طالون هكا مي من هنا كيجي كلاس كيف ما كتشوفوا هذا البنات والثمن ديال هذا اختي غزلان 120 هذا الثمن ديالو 120 وبالنسبه لي طاي واش فيه لي طاي فيه لي طاي فيه لي طاي دونك حبوباتي الغاليات كيف ما كتشوفوا هذا السروال كيدير 120 درهم مرحبا بكم عند زينة مود ان شاء الله اللي كتواجد شارع عبد المؤمن زنقه سميه امام عماره رونو وكل شيء موجود مع زينة مود دونك ما تنساوش جيم بارطاجي ابوني وفعلوا جرس غادي يوصلكم ان شاء الله كل جديد وكل شيء 130 درهم وكل شيء غادي يلبس يلا حبوباتي الغاليات خليت لكم الراحه ليله سعيده